شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهد نهائي غرب آسيا لكرة السلة السوبر ليج الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هذا وفاز نادي المنامة باللقب التاريخي إثر تغلبه على الكويت الكويتي ب 67 مقابل 59 نقطة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ خالد بن حمد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه نادي المنامة بعد فوزه بلقب غرب آسيا وتأهله لبطولة أندية آسيا لأول مرة في تاريخه، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز المشرف لكرة السلة البحرينية مدعاة فخر واعتزاز، وهو يعكس التطور المتنامي الذي تعيشه اللعبة في ظل الجهود التي يقوم بها نادي المنامة في دعم وتأهيل اللاعبين وتوفير مختلف الظروف المثالية أمام الفريق. وبارك سمو الشيخ خالد بن حمد لنادي المنامة برئاسة يوسف زمان وكافة أعضاء مجلس الإدارة، وأثنى سموه على جهود اللاعبين والطاقمين الفني والإداري والدعم الجماهيري، معربا عن تقديره لفريق المنامة الذي كان خير ممثل لكرة السلة البحرينية في بطولة غرب آسيا ليحقق إنجازا تاريخيا مشرفا للرياضة البحرينية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص. وأضاف سموه: لقد كتب نادي المنامة تاريخا جديدا لكرة السلة البحرينية بتحقيقه هذا اللقب، والذي يعتبر امتدادا لمسيرة نادي المنامة الحافلة بالإنجازات المحلية والخارجية، معربين عن تقديرنا البالغ لمجهودات اللاعبين وما قدموه من مستوى عزز مكانة المملكة في هذا المحفل القاري، متمنين للنادي وكرة السلة البحرينية المزيد من التوفيق والنجاح. Thank you.